بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر جميع الاطر الصحيه لاستعراض هذه المناسبه ديال التكريم ديال السرطان الجوي. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. انه من زوائد سرورنا وارتباطنا ان نكرم اليوم ممرضا عظيما له في قلوبنا كل المحبه والتقدير والتبجيل والابداع. الحقيقه اليوم يستثقل اللسان الكلام، اليوم نودع شخصا بلهامة بل حرما متميزا بذل كل طاقاته وجهوده في خدمة المرضى، فحق عليه أن يكون ملكا من ملائكة الرحمة بما تحمل الكلمة من معنى. فعلا فيض عملك شاع في الأكوان، أنت الممرض أصل الجد والتفان، أنت رمز الانضباط والتدبير وهمة الإنسان. فما لديك من خبرة وتجربة وعطاء لا يمكن أن يختزل في كلمات أو دقائق معدودات. سيدي عبد الله، منك تعلمنا الصدق والأمانة والانضباط والجد والإنسانية بأسمى تجلياتها. هذه الجموع التي حولك وكثيرة تلك التي تعذر عليها الحضور جاءت لتودع هامتك. في الحقيقة تمنينا لو بقيت بين أحضان هذه الأسرة الصحية بعد أن ألبنا وجودك، لكن تأكد أن صورتك ستظل مرسومة بل منقوشة في كل ركن من أركان هذا المستشفى، بل في ذهن كل الأطر الصحية التي عملت معك وأحبتك. كلماتك ونصائحك بل ودعاباتك ستظل ترن في آذاننا. وفي الأخير نرجو من الله العلي القدير أن يحفظك وأهلك من كل سوء ويهبك الصحة والسعادة. أنا سأطرح كلمة من الدكتور بن جنون بصفة مدير المستشفى الإقليمي ليقول كلمة في حق سيادة المهجور. وعمل بإخلاص وتفاني كامل في المرحلة ديالو، عمل اللي وجدناه وكيتعامل مع المرضى بطريقه مزيانه بزاف، ما عملش توقيع انه عنده واحد الصنفر هو نفسه يتقرا في لي كرون فاكولتي فيطري في التكوين ديالو. وتبارك الله عليك وكنتمناو ليك عمر طويل الحمد لله. الله يكمل عليك. حاجه واحد النهار طلعت للرياليماسيون كيحسن المريض بيشتوش إنسان والله يحسن ليك يا كابتن. المريض والله يا القمة ديال التواضع، القمة ديال الأخلاق. هذه ما عمري ما زيدها وما عمري ما قلتها لك وما عمري ما عرفتها لشي حد حتى طلعت معي. القمة ديال المدروس المعاملة المريض غير يخرج كيحسن ليه باش يخرج المريض هكا ويلبسو من غير الواجبات ديالو المهنية ديالو. لي كاسوسيو. الله الله. الله يجزيك خير. وأحيانا نقولوا حنا ولا كيقولوا الدكاترة قبل مني، أنا قالوا بالحق تستاهل حتى خسارة للسبيطار كامل هذا العضو اللي غيمشي. وما كنظنش شي واحد فينا يقدر يدير داك الشيء اللي كان كيدير. شكون فيكم شي نهار شي حسن شي مريض؟ هو ممرض هو كل واجب ميت تنعرفوه في الجاف كما تنعرفوه هنا في المستشفى مستوصف كما تنعرفوه في المستوصف. ما هو واجب مزيان مزيان مع المريض كتلقى ديما تيجي مع المريض لو بين جاني مجموعه ديال الناس اللي صغار او مجالسين كتلقى تيجي تيدير بريفون هنا تيمشي مع المريض هنا تيدير بريفون هنا تيدير. المهم هذا الشيء هذا بقى جاليه كبيره تنتمنى. ولكن كاين واحد القضيه السيد هو اخر الناجين من هذا المستوصف ديال العلاش عندما عاوني الى غتمر الدوله وغتردنا حنا بحال العسكر ولا التخيم حقنا عارفين واش غن الاطار اللي غنخدموا فيه. تنعتبروا انا هو المحظوظ لانه راجل مزيان ربي سهل عليه وين خاصك السفينه قبل ما تعرف. الساعه الماضيه كنا في حقوق كان له مرمو في 2009 الانسان الغشوش الخادم اللي كيعطينا الشيء ديالو وعنده طاقه ايجابيه اللي مهم تقريبا. المهم فقدنا واحد السيد تاع الوظيفه. المهم الكلمه اللي غادي نقول في الاول الله يتقبل
كان نفع عمره والله يخلي باش باش ديما والله يخلي ليه وليداته ويخلي ليه الصحة صحة وعافية إن شاء الله. يا ربي يعني بالفعل أنا مراته جاي بحال الأقصى ديال السبيطار. يعني ما تمشي في ديك اليوم بزاف ديال الأمراض. أنا مراته الأحرى الناس الآخرين اللي تيجوا هكذا تعاملوا معاهم مزيان والله عمرها دار رجل الله عمرها دار. الله يرحمه. إن شاء الله يخرجوا في الأرض. الكيب ديالي كنقولوا ليه تبارك الله عليك زعما بهذا الخفه الدم اللي عندك وتوجور سيرفيابل وكذلك يعني خارج لوبيتال ديما السيد كتلقاه واقف معاك في كل شيء زعما انسان اللي عمرها دار وفريمون تيفان موكي والله يخلي لك الساديه والله يخلي لك البنيات والله يخلي لك الاحفاد ديالك و ان شاء الله بالعمر المديد ان شاء الله تيفان ممكن تقول تبليو بانسان يحمل في قلبه كل هذه الانسانيه الناس الله الذي من مننا لم يستنجد به مره في حياته. اتمنى للاستاذ الله صحه جيده انه هي راس المال الوحيد الذي يبقى لنا في خلال خدمتنا في هذا القناه. شكرا استاذ الله تحياتي. الله يخليك نزل على اللحظه باش ندير الكلمة في حقه. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيل لحكيم ما أضيع الأشياء، شنو الأمور اللي ضايعة ضاعت؟ فقال مطر الجود في أرض سبخة لا ينبت مرعاها ولا ينجف ماؤها. يجف ماؤها ولا ينبت مرعاها، يعني شي حاجة اللي ضاعت. قال ثم ماذا؟ فقال وسراج يوقد في واضحة النهار. إلا شعلنا شي بروجيكتور في وسط النهار ضائع. قال ثم ماذا؟ قال صعيبة عليا صعيبة عليا أن أنظمها في هذا السياق. قال وجارية حزناء تزف إلى أعمى لم يعرف محاسنها. قال ثم ماذا؟ قال وصنيعة في موقف لا تشكر فيه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصدق لك معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له ومن دعوتم له خيرا وجبت له الجنة. عمرنا ما نستاهلو الاستهانة بكلمة الله جزيل به. من دعوكم له خيرا وجبت له الجنة. هذه خصنا عليها كمهني. وصيع الله هاد التزكية هادي كل هادي التزكية الحضور الحاضرين والغائبين لأنه واحد عندي اليقين واحد العدد ديال الناس ما عرفوش واش غايب لها هادشي هاد الاحتفاء كريمي سعى الله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سعى الله الرجل الجامع. أنا عرفته مني كان طالب عندنا في المعهد كان مجتهد من أوكسيليان باش يدير الدبلوم ديتا باش يحسن الوضعية الإدارية والعلمية ديالو. شيء جميل انه ما لجأش لواحد العدد ديال الوسائل التي هي الجامله. سي عبد الله يجازيه بخير. كنت انا مدير السابق ديال المستشفى سي زوالي متصرف المتصل الاقليمي سي السحيمي و لو ديليغي
واحيانا ما كاينش اللي يدير لا غارد لانه كان داك المشكل ديال بيرسون وتيبقى الملجا الوحيد والملاذ الوحيد ديالنا كنعيط ليه الله يجازيه بخير باش كيجي وتيدير لا غارد هذا إضافة على الأعمال ديالو اللي كان تيديرها. أنا عرفت الرجل طالب وعرفت ممرض وعرفت فيه الرجل الإنسان والممرض الإنسان لأنه تيدخل في الميدسين ميدسين أوكا ميدسين فرانس وريانيماسيون واحد العدد ديال الأمور تيعطي فيها المساهمة ديالو عمليا والجزاء من جنس العمل الله تعالى عمره ما يضيع أجر من أحسن عمل سي عبد الله الله يجازيه بخير لأنه تيبلغنا التقطير ديال الطلبة ممرضين لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام داكشي اللي كيدير معاهم وتيوريهم لا فونكسيون دا سيت ولا سيرفيونس ديالها ولي بيت ديالها وواحد العدد ديال التكنيك هذا نذر قليل في حقك نسأل الله تعالى إن شاء الله يكون تقاعد مريح وتقبلوا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول المخلوقين إخواني أخواتي أيها السادة والسادة أيها الحضور الكريم أنا الآن عاجل عن وصف شعوري في هذه اللحظة بالذات ولا أستطيع أن أصف لكم أحاسيس الطيبة اتجاهكم شكرا جزيلا لكم هذه نهاية المطاف لكل موظف بالتأكيد لن تكون نهاية معرفتي لكم واعتزازي بصداقتكم وكل المحبة والأخوية واحترام الذي أكنه لكم على ما اكتسبته في هذه المؤسسة وخرجت وهو لا يفارقني هو الاحترام المتبادل من جميع الزملاء والزميلات والمسؤولين والمرضى أشكركم زملائي على هذا التكريم دعائي لكم التوفيق والسداد في حياتكم والسلام الآن أحد هذه بسيطة من التوفيقون تسكرتي Sí, 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 sí